السلام عليكم ورحمة الله تعالى أصدقاء، معكم زكريا بلوك. عندخلو دابا في اليوتيوب ونتفرجو في أي حاجة كانت قلت نمشي تتقاش. هنرجع لكم أصدقاء، هنرجع لكم سمعوني حتى أطلع عليكم. دابا أي فيديو تلقاو بعدا غير كون نشوفو بعدا اش كاتبين. هنشوف هاد الفيديو هذا. تفرجوش حنا في القناة ديالنا كنمنزو كنضحكو كنعصرو كندوزو الوقت زوين، ولكن كتقيس قضية مجتمع، يعني كتقيس الشعب ديالنا وغناء ديال الشعب ديالنا كتلقانا جديين. الواجب ديالك كانفلونسر او كمؤثر في الانترنت هو انك انت تهضر على هذه القضايا، توصل رساله ديال الشعب. فيا ما ندير بحال اي واحد كي كي الفيديو كامل نبلبل عليكم، والله تزهر نعطيكم واحد شويه من بزاف ديال الحصيله ديال الحكومه المغربيه هذا العام، ونخلي الشعب هو اللي يهضر. تفرج انا كوني واش من هاد الفيديو ما شفتكمش واش من الساعه باش منا بغاو بالاضراب بالصداع راه ما غنتنازلوش عليها. واش الانسان غادي يرجع لدار حتى الظلمه؟ راه هادشي راه ما يمكنش اخويا. توقيت كيخرجوا الناس في الظلمه كي غايديروا ليها؟ هما ما منشناهم حنايا قال الخطاب، منشناهم حنا تجمعوا في البرنامج قلنا صافي غايديروا شي مشروع، غايديروا شي يزيدوا في التكوين المهني، يديروا شي حل. ساعة هما عرقوا حل وقال كل قلبوا الحل. عرقوا حلوة هذا فيديو حامض في هذا الفيديو عطيتهم الحق، زادونا الساعة. حنا اليوم عندنا في المدرسة تربكات، باش تربك 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 الساعة.